جديدة من برنامج من العراق يعدها نوفل الجنابي، تساعده دانيال أمين، أقدمها أنا حسينة أوشان، أهلا بكم. تعديل المناهج يثير اعتراض الوقف السني، والوزارة تقول إنها أنجزت ثلاثة أرباعه. هيئة الحج والعمرة الإيرانية تسيطر على السياحة الدينية في العراق. جيش من الرتب المسلوقة على عجل يتغلغل في الداخلية والدفاع لحساب الأحزاب والتكتلات السياسية. قبل أن ندخل في التفاصيل، إليكم أبرز المحطات العراقية خلال أسبوع. بعد أن أصبحت المعمارية الأشهر في العالم، زها حديد تصمم البنك المركزي العراقي في أول عمل لها في بلدها. يمثل صرح من صروح السيادة الوطنية. كما تعلم، السلطة النقدية الممثلة بالبنك المركزي هي سلطة سيادية، وذلك تستحق أن يبنى لها رمز جديد. هذا الرمز تتناول أيادي عراقية أصيلة، هي شركة المهندسة المعمارية زها حديد في لندن. حملة تأهيل واسعة للمناطق التاريخية وغير التاريخية في بغداد استعدادا للقمة العربية المقبلة. هاي فرصة للعراق أن يظهر روحها بأنه بلد أمين، وما أحسن من فرصة ممكن أن تمر أحسن من هذه الفرصة. شركة سعودية تستعد لتقديم عروض استثمارية في قطاعي النفط والكهرباء. ينوون القيام بمشروع مهم لتأسيس محطة توليد كهرباء بطاقة 250 ميجاوات في البصرة، وهناك مشروع أضخم من ذلك، محطة أخرى بقيمة 1.2 مليار دينار. قرار اتحادي يقضي بمعاقبة الأندية البغدادية باللعب من دون جمهورها. يا أخي عجيب أمر الاتحاد، بالشمال يحضر الجمهور، ببغداد ماكو جمهور. يعني إحنا نطالب الاتحاد بأن يكون على سدة رئاسة الاتحاد في بغداد. إحنا ما الاتحاد يأخذ القرارات في على الموبايل يخابر ألغوا الجمهور أو جيبوا الجمهور، هذا ما يصير. شركة ألمانية تؤهل أحد أرصفة ميناء خور الزبير، وتوقع أول عقد تشغيل مشترك مع الشركة العامة للموانئ العراقية. العقد تقريبا الفترة الزمنية مالته 7 سنوات، وسوف تجهز الرصيف بحاضنات عدد 4 وشوكيات ومولدات كهرباء. رغم التغييرات التي حصلت في العراق منذ العام 2003، إلا أن هذا التغيير لم يطل المناهج الدراسية التي لم تشهد أي تحديث عليها منذ سقوط النظام السابق إلا القيام ببعض التغييرات البسيطة، مثل حذف بعض المواضيع والفصول التي كانت تروج لأيديولوجيا النظام السابق ولشخص رئيسه. بعد 7 سنوات على بدء التحول السياسي في العراق، بدأت وزارة التربية بعملية تعديل وتغيير في الكثير من المناهج الدراسية على اختلاف المراحل التعليمية. هذه التغييرات لامست معتقدات دينية وتاريخية، الأمر الذي أثار اعتراض الوقف السني وقدم ملاحظاته إلى وزارة التربية. قبل مناقشة المشكلة مع طرفيها، إليكم هذا التقرير لماجد عبد القادر. وزارة التربية العراقية تعدل المناهج الدراسية والوقف السني يعترض. هذه الاعتراضات جاءت تحديدا على بعض الفصول في مادتي التربية الإسلامية والتاريخ، حيث اعتبرها الوقف السني تسويفا لحقائق تاريخية متفق عليها، وأخرى لا تزال مثار جدل على مدى العصور. أكو ثوابت أساسية لابد أن تبقى ونحافظ عليها، متعلقة بالتاريخ وغير أشياء خاصة متعلقة بالموروث العراقي، لكن ضروري جدا أنه يجب أن يعني نصل إلى تعديلات جديدة حتى نقدر نسير العالم. رغم عرض وزارة التربية التغييرات في المناهج على الوقف السني، إلا أن الأخير يرى أن ملاحظاته لم تؤخذ بالكامل في عين الاعتبار، في الوقت الذي تحتاج فيه المناهج الدراسية تغييرا بحسب المختصين نظرا للتطور العلمي والاجتماعي. يجب أن تكون المناهج متلائمة ويروح العصر، ونحن نعيش في عالم تنافسي. المشكلة أن أجيالنا وصلت للقرن 21 ومناهجنا ما زالت ما قبل الثورة الصناعية. لجنة وزارة التربية لتغيير المناهج والتي تضم باحثين وأكاديميين لا تبدو مهمتها سهلة، خاصة في مادتي التربية الإسلامية والتاريخ، في ظل الخلاف المذهبي الذي تسلل إلى أماكن كثيرة حتى وصل